وينضم إلينا من ملعب البيت النقد الرياضي عادل كرين. سيد عادل، العنابي بطل آسيا، قضى فترة إعداد بلغت أكثر من 3 سنوات بالتأكيد، قضى بطولة أهم بطولة في أمريكا الجنوبية، أهم بطولة في أمريكا الشمالية، يملك دراية كافية بمنتخبات القارة اللاتينية، ومع ذلك سقط في أول اختبار في أول مشاركة في المونديال. اهلا بحضرتك. والحقيقه يمكن الضغوط كانت واضحه على لاعبي المنتخب القطري حتى من فتره الاحماء، يعني كان واضح جدا ان في حاله ضغط عصبي كبيره جدا. اللعيبه يمكن ما قدرتش تتجاوب مع الضغط الجماهيري الكبير اللي موجود، مع قيمه الحدث وان العالم كله عيونه على المنتخب القطري في مباراه اليوم. يمكن حتى من امبارح من المؤتمر الصحفي للمدير الفني فيليكس سانشيز وقائد الفريق حسن الهيدوس كان اغلب الكلام ان اللعيبه حاسين ان هم محظوظين، حاسين ان هم بطوله كاس العالم لاول مره ان قطر تشارك فيها، ده بسبب ان هم موجودين على ارضهم وقدام جماهيرهم، حاسين بضغط كبير جدا. ده يمكن الفريق القطري ما قدرش يخرج منه، وده ظهر في بدايه المباراه. يعني المباراه حسمت يمكن في اول نص ساعه، هدف مبكر جدا والغي، وبعد كده ركله جزاء، وبعد كده هدف ثاني. المباراه حسمت بشكل كبير جدا في اول نص ساعه. الفريق القطري بدا يخش في الاضياء في وقت متاخر من الشوط الثاني، ده كان بعد يمكن لما النتيجه حسمت. وللاسف يعني في مباراه يعني نظريا على الورق هي الاسهل لقطر في المجموعه، مجموعه تقوم السنغال وهولندا اللي هيلتقي غدا. فالبدايه الحقيقه كانت مخيبه، وزي ما حضرتك قلت فريق متجمع بقاله اكتر من سنه، لعب اكتر من بطوله، ولكن للاسف البدايه لم تكن على المستوى. نعم، ولكن دعنا نتحدث عن استقرار فني. فيليكس من 2017 يبقى مع المنتخب كما هو، المنتخب يلعب على أرضه أمام جماهيره، كيف لم يستغل تلك العوامل في تحقيق انتصار أو على الأقل التعادل في أول مباراة؟ زي ما قلت حضرتك، هو كان في ضغوط عصبية ونفسية كبيرة جدا على المنتخب القطري، وفي أمور أخرى يمكن الناس بتتكلم عليها. فكرة إن الفريق بقاله تقريبا حوالي 6 أو 7 سنين في شبه معسكر دائم، في الوقت اللي يمكن أغلب المنتخبات استعدت لكأس العالم بمباراة أو اثنين وديتين. قطر لعبت حوالي 10-11 مباراة في الفترة الأخيرة، ماتشات كتير جدا، حالة يعني مش عايز أقول تشبع، لكن حالة ضغط عصبي كبير قوي على الفريق. فيمكن لما جت اللحظه الحاسمه، لما جاء الوقت اللي الناس كلها منتظره فيه منتخب قطر، لما جاء الوقت اللي العالم كله عينه فيه على منتخب قطر وعلى المباراه، ده يمكن اثر نفسيا على الفريق بشكل كبير جدا. زي ما قلت لحضرتك، البدايه هي اللي اثرت، يعني لو كانت البدايه افضل كان النتيجه ممكن تكون افضل، لكن للاسف البدايه كانت واضح زي ما بقول من بدايه المباراه في حاله عصبيه كبيره قوي، في حاله عدم تركيز كبيره جدا، وده ظهر في اخطاء ساذجه جدا سواء من حارس المرمى او من خط الدفاع، فقدان كرة بطريقه غريبه جدا، وده يمكن اللي ادى للنتيجه اللي حصلت. ما الذي يمكن ان يفعله المنتخب القطري لتصحيح الاوضاع في المباراتين المقبلتين؟ يمكن اعتقد المباراه المرتين دي هيكون اصعب اكيد، يعني منتخب السنغال ومنتخب هولندا نظريا اكثر من منتخب الاكوادور. يمكن منتخب قطر هيتفرج على الفرقتين بكره ان شاء الله في مباراتهم مع بعض في ملعب الحمامه. اتمنى ان هم لعيبه قطر ياخدوا الامور ان احنا بنلعب كاس العالم على ارضنا، بنلعب في وسط جمهورنا، احنا مفيش مطلوب مننا حاجه، احنا خلاص اوريدي عملنا الانجاز ان احنا دخلنا كاس العالم ولعبنا كاس العالم لاول مره باسم قطر. خلاص بلاش يحطوا نفسهم تحت ضغط عصبي كبير، يحاولوا يستمتعوا بالمباراتين اللي جايين، يحاولوا يدوا حاجه لجماهيرهم الكبيره ان هم يستمتعوا بيها او يحتفلوا بيها في الماتشين اللي جايين. اعتقد ده يمكن يكون احسن حاجه تدي لفرقه قطر ومنتخب قطر الافضليه في الماتشين اللي جايين ان شاء الله، سواء امام السنغال او امام هولندا، رغم الصعوبه الفنيه الكبيره في الماتش. الناقد الرياضي عادل كريم، كنت معنا من ملعب البيت بمدينه الخور، شكرا جزيلا لك. والآن